تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أعمال تطوير كورنيش البر الغربي ومنطقة المطاعم والممشى الزجاجية. وخلال الجولة استمع رئيس الوزراء لشرح عن المخطط العام لتصميم وتطوير كورنيش الأقصر بالبر الغربي، حيث اعتمدت فكرة التصميم على تهيئة مرسى نهر النيل الرئيسي المواجهة لمعبد الأقصر بالبر الغربي بشكل عمراني يجعله أكثر جاذبية للسائحين والزائرين. هذا فضلا عن اعتبار هذا المرسى هو بوابة العبور للبر الغربي عبر نهر النيل.